الكحول عشقها بعقل. أنا مجنونها مجنونها. صح لسان الشاعر سمو الأمير خالد الفيصل على هذه الأبيات. طبعاً هذه الأبيات توصف عشقي وحبي أنا للخيول طبعاً من زمان، من كان عمري 9 سنين. طبعاً مشاهدينا رغم شقاوتها، رغم حركاتها، رغم إزعاجها بعض الأحيان، ولكن إحنا ما نقدر ما نكون معاها في جولاتها وفي كل الميادين اللي تحقق فيها إنجازات كثير كبيرة. أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم فروسية. حلقتنا اليوم فيها ميادين متنوعة، ميادين ما بين سباقات سرعة، سباقات قدرة، ومسابقات جمال. إذا حابين تعرفوا إيش معانا في حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نشوف العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون: ريموت يخطف جائزة مساهمة نادي الفروسية في الحفل 55، سموكينج سان يحقق كأس بطل ميدان الملك عبد العزيز الفئة الأولى بالحفل 56، الفارس يوسف الصقر يتوج بطلا لسباق كأس المؤسس الملك عبد العزيز للقدرة 110 كيلومتر، رازي الخالدية يتوشح بذهبية شوط الفحول في مهرجان الشارقة للجواد العربي بنسخته 17، ناور اي ام توشح بالبرونز في جدة وعانق الذهب في الطائف. مركز مسر الدولي للفروسية بالطائف واحد من أكبر المراكز على مستوى الخليج العربي. انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية تحت شعار جنود الأمل الوردي. فقراتنا لحلقة اليوم راح تكون مجلة فروسية. مجلة فروسية بتحمل لكم أهم أخبار الخيل والخيال اللي صارت في الأيام الماضية. إذا حابين تعرفوا إيش فيها مجلتنا لهذا اليوم، خلينا نشوف. اختتمت فعاليات البطولة المحلية 13 لقفز الحواجز على ميدان المدرسة الدولية للفروسية بالرياض، حيث ظفر الفارس عبد العزيز الهمزاني بالمركز الأول في شوط الخيول المستوى 1000، والذي يعد الشوط الرئيسي في البطولة. أقام ميدان الفروسية بمحافظة الإحساء حفل سباقه 17 على دعم الميدان بحضور وتشريف عدد من أصحاب السمو الأمراء عبد العزيز بن بندر آل سعود والأمير محمد بن بندر آل سعود حفظهم الله. أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه 14 على دعم رجال الأعمال ومالك الخيل محمد بن عايش الطيار، حيث تكون الحفل من 5 أشواط التي كان أبرز أبطالها عادل الخيل وردحة وتلعة الصدر وخضاع. توج اي اف ماثمون لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلا للسباق الرئيسي واحد لواء المجموعة الأولى، وفاز سنيبر دوموتلو لعبد الغني عبد الله بنهائي سباق التاج الثلاثي العربي، وذلك في حفل سباق نادي أبو ظبي للفروسية 12، والذي بلغت جوائزه 1,250,000 درهم. ما زالت سباقات السرعة في السعودية بتشهد منافسات كثير كبيرة في ميدان السباقات ميدان الملك عبد العزيز. اليوم معانا الحفل 55. طبعاً كانت أجواء حماسية وتنافسية بين الخيول وبين الفرسان في أرض هذا الميدان، ولكن جائزة مساهمة نادي الفروسية بالشوط 9 كانت من نصيب ريموت. ريموت خلينا نشوفه سوا بالتقرير القادم. انطلقت في ميدان الملك عبد العزيز منافسات الحفل 55 اللي حملت لمحبي رياضة سباقات الخيل لكثير من المتعة والحماس. في الشوط الأول استطاع منعور بعمر 3 سنوات والعائد لسالم مساعد السالم من خطف المركز الأول. أما الشوط الثاني من هذا الحفل كان لصالح شقراء نوف لمالكها أبناء الأمير محمد بن سعود الكبير.
الشوط الثالث استطاع مفعل العائد لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط. استمرت المنافسات بعد ذلك لفئة خيول الإنتاج المحلي، حيث استطاع ندر العائد للأمير محمد بن سعود الكبير من تحقيق المركز الأول على جائزة نادي الفروسية اللي بلغت 125 ألف ريال للشوط الرابع. هذا وكان الشوط الخامس للخيال السعوديين المتمرنين، وجاء لصالح الفرس مدروسة لمالكها محمد سامي الحرابي، وذهب لقب الشوط السادس المخصص لعمر 4 سنوات لصالح قداح العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وجاءت منافسة الشوط السابع لصالح هكا بريطانيا للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز. واستطاع ذراع الديب العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من السيطرة على مجريات الشوط الثامن، حيث استطاع خطف لقب هذا الشوط. كان الحماس على أشده في الشوط التاسع اللي خصص هذا الشوط لعمر 4 سنوات، حيث خصص لجميع الدرجات ولمسافة 1800 متر على مساهمة نادي الفروسية وقيمتها 180 ألف ريال، وكان المركز الأول من نصيب ريموت العائد ملكيته لإسطبل النهار. وفي الشوط العاشر والأخير لمسافة 2400 متر كان من نصيب الرمش المكحول العائدة لأبناء محمد بن عايش الطيار. الحفل 56 لسباقات السرعة في ميدان الملك عبد العزيز في السعودية، بطل ميدان الملك عبد العزيز كان سموكينج سن. سموكينج سن المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. أجواء الحفل خلينا نشوفها سوا بهذا التقرير. شهد ميدان الملك عبد العزيز منافسات الحفل 56 على كأس بطل ميدان الملك عبد العزيز. في الشوط الأول وعلى مسافة 1600 متر استطاعت اتفاقية بعمر 3 سنوات والعائدة ملكيتها لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من خطف المركز الأول. بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل لصالح دراج الليل لأبناء محمد بن عايش الطيار. أما الشوط الثالث فقد استطاعت مدققة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط. واستمرت المنافسات على أرض الميدان في الشوط الرابع، والمخصص للخيول التي ربحت من 1 إلى 3 مرات استطاع الجواد سهم غصاب لأبناء فيحان المنديل من خطف اللقب. كأس بطل ميدان الملك عبد العزيز لا يقل أهمية عن الكؤوس من الفئة الأولى اللي سبقت هذا الكأس، وهو مستحدث حديثا ويعتبر بادرة طيبة من النادي ومن رئاسة النادي ومن القائمين على الفروسية في المملكة، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. والخيل المشاركة في هذا الشوط هي خيل صراحة نخبة من الخيل، وجميع المشاركين يعتبرون فائزين بالمشاركة قبل الحصول على هذا. النادي رصد جوائز فاقة المليون في هذا الشوط، في هذا الحفل كامل فاقة المليون ريال، وهذا دعم صراحة يعني يستحق الجهد، يستحق أن يشارك الجميع، يستحق أن كل يجيب جهده في إنتاجه وفي سواء إنتاجه أو مستورد من الخيل، خيل السباقات. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط. المركز الأول في الشوط الخامس كان من نصيب الجواد سعيد يوم زين لدخيل الرويس وبدن السبيعي، بينما ذهب لقب الشوط السادس المخصص لعمر 4 سنوات من الأفراس المنتجة محليا من جميع الدرجات لصالح عصيمة العائدة ملكيتها لبجاد عبيد العتيلي. وجاءت منافسة الشوط السابع للخيول من نصيب الجواد خضر لأبناء محمد بن عايش الطيار.
الجواد أنا الماهر لسمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود استطاع السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف لقب هذا الشوط. بالنسبة لكأس اليوم بطل الملك يجمع نخبة جياد الجروب 1 وجروب 2 اللي مشارك في الدوري السعودي، بطل كأس ولي عهد ستيب اوت، ثاني في كأس ولي عهد اللي هو جواد متوالي، جواد أقدار. أنا أشوف أنه الكأس بين الثلاثة هذول، أقدار متوالي وستيب اوت. والله الكأس جروب 1 كل الملاك يتمنونه، طبعا هو هذا كأس يجمع الإنتاج والمستورد، نتمنى إن شاء الله في المستقبل أنه يشارك فيه ويحققه إن شاء الله، ولو أمنية طبعا وطموح كل مالك وكل منتج أنه يصور بالكأس. القادم إن شاء الله أفضل للأسطابة. أما الشوط التاسع المخصص لجميع الدرجات من الخيول المستوردة لعمر 3 سنوات فأكثر، استطاع لهاردي لمالكه نزار أبو الجدايل من تحقيق الفوز. والشوط العاشر والأخير على مسافة 2000 متر لجميع الدرجات من الإنتاج المحلي والمستورد، كان اللقب الأكبر من نصيب الجواد سموكينج سان لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، حيث استطاع خطف كأس بطل ميدان الملك عبد العزيز الفئة الأولى المخصص لهذا الشوط من هذا الحفل. الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأحب أهدي الفوز هذا إلى والدي ووالدتي، إلى صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد صاحب الأيادي البيضاء، وهذا أقل شيء نقدمه للإسطبل الأحمر واللي هو هالكأس اللي هو كأس الأبطال. والله سموكينج سان معطينا مؤشرات إن شاء الله أن حصان كويس. الفترة الأخيرة كان فيه تصاعد في مستواه، في كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين الأخير صارت له ظروف وجاء في المركز الخامس، حاولنا إن شاء الله أن احنا نعدل هالأخطاء، صارت اليوم ظروفه على الأفضل واليوم ما قصر كسب. أنا بصراحة عجبني شعراتهم. مشاهدينا راح نكمل باقي فقراتنا بعد الفاصل. بعد الفاصل تتابعون الفارس يوسف الصقر يتوج بطلاً لسباق كأس المؤسس الملك عبد العزيز للقدرة 110 كيلومتر، رازي الخالدية يتوشح بذهبية شوط الفحول في مهرجان الشارقة للجواد العربي بنسخته 17، ناور اي ام توشح بالبرونز في جدة وعانق الذهب في الطائف. أهلا فيكم من جديد. هذه المرة راح نروح على سباقات القدرة في السعودية وتحديداً على كأس المؤسس، السباق اللي كانت مسافته 110 كيلومتر، كان في مشاركات لأكثر من 80 فارس في هذا السباق، ولكن الكأس كان من نصيب الفارس يوسف الصقر. أجواء السباق خلينا نشوف. ينتظر عشاق القدرة فرساناً ومدربي البطولات والسباقات الكبيرة ليقولوا كلمتهم ويتركوا بصمتهم. الموعد هذه المرة في ميدان السباق والقدرة كان على كأس المؤسس الملك عبد العزيز، حيث حددت مسافة هذا السباق 110 كيلومتر وبمشاركة أكثر من 80 فارساً، وذلك في قرية سباقات القدرة بمركز الرمحية شرق الرياض من مختلف الاسطبلات داخل المملكة ومن بعض دول الخليج. وشهد السباق الذي يعد الأغلى والأهم في سباقات القدرة والتحمل تنافساً قوياً منذ انطلاقته. سعيدين بمشاركتنا بكأس المؤسس طيب الله ثراه، ونشكر القائمين على هذا المهرجان الرائع. لمراحل السباق طبعاً 35 أصعب المراحل الآن جتنا واجهناها الثانية، لأن مرحلة طويلة شوي وتاخذ مجهود أكثر من الخيل، عكس ما تكون المرحلة الجاية 2020. لو نلاحظ الآن أكثر عدد خيل يعني
انتظرا للكشف الطبي في المرحله هذه، والبنتي بعد برضو المرحله هذه الخيل ادت مجهود بزياده شوي على بعد ضغط لها واللي عليهن. والله لا شك ان سباق المؤسس هو اقوى سباق بالموسم واقوى سباقات القدره والتحمل عندنا بالسعوديه، ويحمل اسم غالي على قلوبنا، والمشاركه بحد ذاتها سواء كسبنا ولا استبعدنا الحمد لله مشاركه طيبه يعني، تعتبر شرف كبير لنا. كل سباق له طبيعه خاصه، يعني عندك بعض السباقات تكون المرحله الاولى والمرحله الاخيره هي المراحل الحاسمه. طبعا المرحله الثالثه هي شوي بعد تفرق كثير اللي هي توابدت، ف بصفه عامه هي المرحله الاولى والمرحله الاخيره هي اللي تفرق مع الخيل. الثانيه والثالثه شوي تكون فيها رتم الخيل شوي نازل. المرحلة الثالثة تكتيكية، كل واحد يحافظ على حصانه علشان يحفظها المرحلة الأخيرة. طبعا الفروسية احنا الآن في سباق كأس المؤسس طيب الله ثراه، طبعا نهاية الموسم هو البطولة الأخيرة لهذا الموسم. الترتيبات ممتازة جدا، المسار للخيل ممتاز جدا، ما لاحظنا أي صعوبات في السباق. خلال المرحلة الثانية استبعد 14 فارس، وطبعا السبب الاستبعاد من نبضات القلب، تكون معلقة عندها الحصان نبضات القلب، يكون فيها عرج، سوء تعامل الفارس مع الجواد. هو المرحلة لابد يكون فيها مداراة للحصان، فبعضهم ما شاء الله فاتح على انها سرعة، فهذه تهلك الحصان على طول. يحتاج ترتيب مع الحصان لان عندك مسافه 110 كيلو، فتحتاج انك تداري الحصان فيها. سباق المؤسس اقوى سباق واهم سباق واخر سباق، فكل فرسان حرثيين يشاركون في السباق هذا، واكبر جائزه وهو نهايه الموسم يعني، فدائما تكون عدد فيه كثير، دائما سباق المؤسس يكون عدد كثير من فرسان او الخيل قصدي. ولم تحدد معالم بطل السباق الا في نهايه المرحله الرابعه والاخيره من السباق، حيث استطاع أخيراً الفارس يوسف الصقر أن يخطف اللقب ويكون هو بطلاً لسباق كأس المؤسس الملك عبد العزيز على الفرس جود، وهي فرس من إنتاج الفارس يوسف الصقر وتدريبه أيضاً، حيث عمل على تدريبها وتجهيزها لأعوام عدة، واستطاع من خلال التدرج بها تحقيق العديد من الألقاب، حيث ظفرت بأقوى وأغلى الألقاب في سباقات المملكة. وجاء في المركز الثاني الفارس إبراهيم الصغير من الصبلات الخليل على الفرس بدريتو، والفارس محمد العلوي من فريق القصيم ثالثاً على الجواد ألوها. والله قبل ما أطرح الخطة أولاً وأخيراً شكرا سبحانه وتعالى الفضل الله من قبل ومن بعد. الشيء الثاني كما ذكرت في المقدمة هدي للفوز هذا لقائد الأمة الملك سلمان وفق الله سدد خطاه، كما هدي الفوز هذا للجنود أبو واسل في الحد الجنوبي الذي يسهرون على راحتنا ومن بلادنا ومن الأمة الإسلامية. بالنسبة للخطة يا أخوي أكون صادق معك، السباق مهم جدا ووعدت له أداء طيب وتوفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. كانت الخطة والله مغامرة نوعا ما، حاولت اني احرص المرحله الاولى والثانيه اعوض الفارق واضغط شوي الفرس. الشيء اللي شوي اخرني واخر باقي الشباب والاداء بشكل عام الجو كان حار نوعا ما، فالحمد لله وتوفيق الله سبحانه وتعالى عدينا العقبه هذه وربي يسرها وفتح علينا واخذ المركز الاول لله الحمد لله. والله الحمد لله التحمل وغير التحمل كلها توفيق من رب العالمين. الفارس مر مراحل كثيره، كل مرحله كشف طبي ومعرض الفارس والجواد للاستبعاد، لكن الحمد لله توفيق رب العالمين قبل كل شيء ودعاء الأقربين كلل هالنجاح اللي تشوف. الخطة كنا يعني تقريبا خلف المتصدرين من المرحلة الأولى، كانت سرعات عالية المرحلة الأولى الثانية، المرحلة الثالثة والرابعة بحكم الهواء وتغير الجو خفت السرعات شوي، لكن الحمد لله الحصان ما قصر وساعدنا بدقات القلب كانت جيدة وتجاوزنا ناس واجد الحمد لله. حقيقة جهود فريق القصيم كنا مع بعض ماشيين برتن ثابت من بداية من أول مرحلة إلى آخر مرحلة برتن ثابت، وحافظنا على لياقة فرسنا لحد المرحلة الأخيرة والحمد لله. الحقيقة مستويات القدرة والتحمل كل سنة تكون أفضل من السنة اللي قبلها،
وهي تصاعدية الحمد لله بجهود الأمير عبد الله بن فهد الله يطول بعمره، دعم هذه الرياضة اللي يحبها ويعشقها الكثير من الفرسان ومن ملاك الخيل العربية الأصيلة. أي سباق تحمل لا يخلى من أي مشاكل وأي، لكن الحمد لله أي شيء غير قانون الحين لم يتم أي اعتراض، في اعتراض على من صاحب المركز الثاني، لكن تم تحويل الموضوع للتكنيكال ديليجيت والمندوب الفني الأجنبي المسؤول من قبل الاتحاد الدولي للفروسية لرفع التقارير واتخاذ القرار اللازم بشأن ذلك. ما شاء الله عليه مشعل اليوم متحمس كثير. على فكرة مشاهدينا، مشعل من سلالات الجمال، وبما إننا بنتكلم على الجمال خلينا نروح على بطولة الجواد العربي في الشارقة في نسختها ال17. طبعا كان في مشاركات مختلفة لمرابط متنوعة ما بين الإمارات والسعودية وغيره، ولكن كان في تألق كثير كبير لمربط دبي بالخيول والسلالات الموجودة فيها. مع ذلك كان في فوز كثير كبير لأجمل فحول من مزرعة الخالدية. إذا حابين تشوفوا أجواء البطولة خلينا نشوفها سوا بهذا التقرير. حصدت خيول مربط دبي ثلاثية ذهبية في البطولات الختامية والرئيسية لمنافسة مهرجان الشارقة للجواد العربي بنسخته ال17 الذي أقيم على مدار 3 أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق. انتزع المهر دي خطاف لمربط دبي ذهبية بطولة الأمهار، وحصد نوماس الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود المركز الأول واللقب الذهبي في بطولة الأمهار عمر سنة، ومنحت المهرة إلى فلامينكا من مربط دبي ثاني الألقاب الذهبية، حيث انتزعت لقب بطولة المهرات تلتها في المركز الثاني بنت هازي الخالدية للأمير خالد بن سلطان آل سعود ونالت البطولة الفضية، فيما أحرزت ميادة البداير المركز الثالث ونالت البطولة البرونزية، وعززت مهرات مربط دبي حصيلتها في البطولة بذهبية المهرات عمر سنة عندما أحرزت دي جواهر المركز الأول، وتوشحت الفرس المتألقة دونا مولتا بيلا لمربط السجران بذهبية الأفراس، وحصد الفحل رازي الخالدية ذهبية بطولة الفحول عندما أحرز المركز الأول في بطولة الفحول، وجاء في المركز الثاني ونال البطولة الفضية دي مراكش لمربط دبي، فيما حل في المركز الثالث ونال البرونز مهدير الجمال لخالد غانم العميري. البطل هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه المشاركة الثانية عشر له، ما انهزم أبدا، عمره ما جاء ثاني وإن شاء الله ما يصير ثاني، أول فالمهر هذا إنتاج ماركيز، إنتاج مزرعة الخالدية، المهر نوماس اللي فاز ببطولة الأمهار مزرعة الخالدية، احنا دخلنا 4 رويس ترى، ما جبنا شيء جديد، حتى اللي خذت الثاني في المهرات اللي زعل بنت هذه الخالدية إنتاج الخالدية، جاءت ثانية في العالم وجاءت ثانية هنا، المعود صبر المعود اللي هو زاهر المعود أخذت مهر صغير من المعود وفاز عندنا حوالي 4 مرات وهذا فوز يعتبر بعد، فما في عندي زايد إلا حصان اسمه بنديروس بطل الأبطال، هذا بدخله في دبي، فإن شاء الله إن شاء الله إني أقول أحقق اللي حققته هنا أو أكثر في دبي إن شاء الله. أوراق الخالدية صعبة إنك تفتحها في بطولة، صعبة الخالدية اليوم يا طويل العمر هي السيدة العالم 9 مرة وأخذت 16 مرة كأس العالم، يعني قطر خلفها أعتقد 11 والإمارات الشيخ عمار أعتقد 8 وما أدري دبي 5 وذا، لكن 16 مرة يعني بعيدة من الناس زين، فالخالدية عمرها ما تفتح أوراقها لأنه ليس استهتار في المحافل لا أبدا، كأس العالم والبطولات هنا كلها إيه وجريد إيه، لكن حنا الحمد لله ما نكشف أوراقنا، لو كشفت أوراقك نزلت، خذها مني أنا راعي خيل، لو كشفت أوراقك تبهدل فيها، الأوراق صعبة والرجل اللي يعرف إن عنده أوراق ما يكشفها، حتى الابنه أنا لا يمكن أدخل البطولة لو عارف وش
انا اللي اكشف اوراق البطولات عندهم واعرف ايش بسوي وما اسوي. فلذلك يا طويل العمر ما فيه يا طويل العمر ما شوف انا ما اقول لك اني افهم اكثر من الناس. شوف الخير لما تقول انك تفهم اكثر من الناس ترى نزلت، بس انا اقول اني اعرف، انا اعرف وخير الله كثير الناس كلها تعرف. مدى عرفهم للخيل هي لا لها مقاس، كان جاء ناس جامعيين وقاسوها بالكمبيوتر وبالذا، هي هبة من رب العالمين وهي إحساس. معرفة الخيل إحساس ليس لها مقاسات معينة. دي مراكش من إنتاج مربط دبي، من أوائل الخيل اللي انتجت مربط دبي. دي مراكش انحدر من البطل العالمي رويال كيلرز، وأما فرس إسبانية اسمها كاروفيليا. مراكش حصان مبدع الحمد لله، وما ينزل من الثلاثة الأوائل بشكل عام. من فترة بسيطة كان ماخذ الجولد في أمريكا في أولاد كنتاكي السنة الماضية، وجبناه ورجعناه وريحناه واللي دخلناه هنا في البطولة هاي. احتمال يمكن انطرش دبي. والله الخالدية تستاهل، وهذا إحصانهم بطل، والمنافسة كان جدا قوية، والحمد لله يعني حققنا مراكز كويسة هذه البطولة لمشاركتنا الأولى في الشارقة، وإن شاء الله القدام خير إن شاء الله. والله مستوى الخيول الجمال جدا تطورت، وأكبر دليل أنه صارت عندنا بطولة دولية وشاركوا من الخارج، والتنافس جدا قوي في دولة الكويت، وكل سنة قاعد تزيد الإنتاج أفضل وأفضل، لأن أنا أسميها مثل سيارات المواتر السيارات، كل سنة ينزل موديل جديد، فالإنتاج هو موديلات الجديدة اللي تنزل كل سنة. في مشاركات للكويت في باريس، وأنا شخصيا شاركت في لاس فيغاس، وحققنا المركز الثالث في بطولة الكأس العالم في لاس فيغاس، وإن شاء الله باريس جايينها إن شاء الله قريبا. بعدنا بنتكلم على موضوع الجمال، وفي فقرتنا الجاية راح نروح على مناور اي ام. هو بطل مربط نجم للجمال، طبعا فاز في ذهبيات وفاز في برونز. إذا حابين تعرفوا قصته أكثر خلينا نشوفه في هذا التقرير. أعطيكم فكرة عن المهر مناور NM، إنتاج سمو الأمير عبد الله بن فهد مربط المحمدية. مهر حقق نتائج طيبة من والده البطل سافيو للأمير عبد الله بن فهد، وكذلك والدته ليال محمدية من إنتاج الأمير عبد الله برضو بنت مروان الشقب. سمو الأمير مشكورا كما دائما تعودنا عليه دعمه لملاك الخيل بتاحة الفرصة لتملك الخيل من إنتاج المحمدية، وكذلك مشكورا في كل موسم يفتح مجال للتشبه. ما شاء الله السنة هذه فاتت أكثر من 15 فحل جزاه الله خير. ما شاء الله مناور حقق المركز الثالث في البطولة الوطنية بدرجة ما شاء الله 90، وحقق الثالث في البطولة المنتجين في الطائف ب 91 75، وما شاء الله مؤخرا في بطولة جدة حقق الميدالية البرونزية. مواليد تقريبا عمره سنتين، مواليد 2014. هو يقول لكم بنروح فاصل وبنرجع. بعد الفاصل تتابعون مركز مسرة الدولي للفروسية بالطائف، واحد من أكبر المراكز على مستوى الخليج العربي. انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية تحت شعار جنود الأمل الوردي. مسرة للفروسية في السعودية، هذا المركز المهتم بالاحتفاظ والاهتمام بالخيول، أيضا مهتم أيضا بتعليم الناس ركوب الخيل على خيول القفز وخيول القدرة وخيول سباقات السرعة. إذا
واللي حابين تعرفوا أكثر عن هذا المركز خلينا نشوف إيش قال لنا تركي السديري مالك هذا المركز. حقيقة المجتمع السعودي من المجتمعات المحبة للخيل العربية، والكثير من المواطنين يملكون خيل، وأنا أحد الملاك الحقيقة اللي طبعاً أنا امتداد للأباء والأجداد، تربينا ونشأنا وحياتنا كلها مع الخيل وصهيل الخيل، فالخيل عشق الحقيقة في الروح، والعشق هذا دائما يبقى أبدي. المركز نشأ من وجود الخيل اللي أساسا خيل أبائي وأجدادي. عندي خيل لها تاريخ عريق جدا، خاضت حروب وخاضت محافل في فترة زمنية، وكان عندنا خيل الحقيقة الوالد الله يرحمه، وحرصنا على تدريب أبنائنا وعلى من المحيط فينا الحقيقة، ونمت عندي العشق الخيل وعند أبنائي، وبدأنا بتأسيس مركز من عام 1402. افتتحنا المركز هذا في الطائف، وجعلنا منه الحقيقة يعني مركز عام لأبناء المنطقة الغربية وأبناء المملكة والمواطنين اللي عايشين في الطائف، وما وضعنا الحقيقة المركز إلا دعم ورفع مستوى الفروسية عندنا في المنطقة، تنظيم إداري وفني وتحت إشراف ومظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهو مركز مصرح رسمي ويعنى الحقيقة باهتمام الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكذلك يعنى من قبل سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل حفظه الله بالاهتمام والحرص على التدريب الجيد، لأنه حنا ننشئ إن شاء الله أبطال يمثلون المملكة، ونتقدم الحقيقة بالشكر الجزيل للكثير من الداعمين للمركز من جميع النواحي وبالذات الناحية المعنوية. المركز يجد اهتمام ومتابعة كذلك من مركز الملك عبد العزيز الخيل العربية، ممثلة بالأستاذ سامي نحيط الله يذكره بالخير، وكذلك طبعا على رأس المركز الملك عبد العزيز وزارة الزراعة. وزارة الزراعة لها اهتمام الحقيقة ومتابعة ومشاركة دائمة معنا في المحاضرات اللي تتعلق بأمراض الخيل، والتعاون منهم الحقيقة تعاون ممتاز جدا. ومن هذا المنبر أتقدم يعني بالشكر المعالي وزير الزراعة وجميع القائمين في وزارة الزراعة. الخيل الموجودة في المركز في منها قسم يتعلق بجمال الخيل، وهذا الحقيقة أنشأوه أبنائي باسم مركز المسرة أو مربط المسرة. المركز متخصص أكاديميا في التدريب، تدريب النشأ من بداية الطفل لأول مرة يركب الخيل حتى نوصله إلى مرحلة متقدمة، ومن ثم ينتقل إلى القفز إذا كان له رغبة أنه يتعلم القفز. في عندنا مدربين حقيقة سعوديين نعتز فيهم، وكذلك عندنا مدربين من إخواننا العرب، وكذلك عندنا مدربين من أصدقائنا الأجانب. فالمركز يحرص على أنه الشاب يأخذ شهادة موثقة
وباستطاعته أن يمارس هواية ركوب الخيل في أي مكان في العالم، ويفتخر ويعتز أنه تخرج من مركز المسار الدولي الفروسي. كثير يتخرجوا من المركز، علماً أنه المركز يحظى كذلك باهتمام معالي محافظ الطائف والأمانة الطائف الحقيقة ومدير جامعة الطائف، وسبق أنه تخرج عندنا أعداد طيبة جداً من جامعة الطائف، ولا زالوا في دورات عندنا مستمرة تقريباً طول السنة في المرحلة الدراسية. في أبناء عندنا تخرجوا، الحقيقة ما يحضرني أساميهم، لكن في منهم الفارس فيصل الجودي. فيصل الجودي هذا حقيقة يعني أنا أتصور أنه حيكون من الفرسان العالميين إن شاء الله اللي يمثلون المملكة، وأسس من المركز. المدارس التدريب الحقيقة بدأت تنتشر انتشار طيب، وهذه المدارس بحاجة الحقيقة من منبركم هالطيب اللي شرفتونا، قناة روتانا يعني قنوات روتانا غالية علينا ونفتخر ونعتز فيها، ونقول لسمو الأمير الوليد بن طلال شكرا على هذه القنوات الرائعة، وكذلك سمو الأمير الوليد من اللي يحرصون على الخيل وحب الخيل، وهذا البرنامج فروسية يعتبر من إنتاجه. أقول حبذا لو أنه بعض الملاك الخيل السبق بالذات من أصحاب السمو الأمراء وأهل الخيل عامة، إذا عندهم خيل وحيلت على التقاعد، إنها تدعم المراكز هذه في المملكة، تدعمهم في بعض الخيل هذه، والمراكز تدرب الخيل السباق لأنها تصلح للقفز، ويستفيد منها المراكز كذلك. حبذا لو أنه تدعم المراكز الخيل على مستوى المملكة، أعرف أنه في كثير من المراكز في جميع مناطق المملكة وحقيقة وهي جيدة وفيها مدربين جيدين، فعسى الله يوفق هالمراكز أنها تنتج لنا إن شاء الله من الأبناء الكثير. الإنتاج المحلي الحقيقة هو الآن بتزايد، وبالدرجة الأولى الإنتاج المحلي الخيل العربية ما يعلى على مزرعة الخالدية ومربط عذبة ومربط المحمدية ومرابط، الحقيقة ما أبغى يفوتني منها يعني سلا يعني يلوموني بعض الأخوان، لكن الحقيقة المرابط كثيرة والحرص مستمر والدعم مستمر، دعم مادي ودعم معنوي، والمشاركة يكفي المزادات اللي تطرحها الخالدية، هذا تشجيع يعتبر منهم، وبأسعار رمزية تباع الخيل تشجيع المواطنين على اقتناء الخيل العربية المنتجة محليا. والله عندنا فارسات وعندهم طموح وعندهم سمو وعندهم رغبة، وأنا ما أعتقد أنه في أي شيء يعارض مشاركة بناتنا في التدريب على الخيل، ويوجد بعض المراكز عندها منطقة خاصة نسوية، وهذا لا يمنع أن هذه تتوسع ويمنع أنها تأخذ مجال أوسع. أنا لا أعلم عن الناحية الدينية أنها حلال أو حرام، لكن عقلي يقول لي لا، أنه ما فيها شيء، كل أبنائي فرسان، البنات والأولاد كلهم، وأحفادي كذلك. عندي حفيدي الوليد عمره 14 سنة يعتبر فارس، وربما مع الخيل من طفولته، وكلهم الحمد لله يحبون الخيل، وبعضهم كذلك يدرب بعد، يعني بعض الأبناء يدربون على ركوب الخيل. في عندنا حقيقة منصة تحكيم على مستوى راقي جدا، هي 4 أدوار وتستطيع تعمل بطولتين في آن واحد، بطولة في بادوك وبطولة أخرى في بادوك، سواء يعني قفز أو جمال. المنصة عندنا كذلك
الخاصة بالمتفرجين تستوعب حدود 1400 مقعد في البطولات القفز أو الجمال. أنتم أولاً شرفتوني برنامج فروسية، وأنا سعدت الحقيقة بوجودكم في المركز، وسعدت بهذا اللقاء المبارك الطيب. ومهما تحدثت عن الفروسية وعن الخيل فأنا مقصر، وفي من هو الأجدر مني الحقيقة في التكلم عن الخيل وأوسع مني معلومة، وما أنا إلا تلميذ يعني ومجتهد الحقيقة في عالم الخيل. اللي أحب أضيفه أني بس أنقل احترام وتقدير لسمو الأمير الوليد بن طلال على هالجهود المباركة الطيبة اللي هو يعملها، وبالمناسبة وعدني بزيارة للمركز إن شاء الله أنه حققها. القافلة الوردية اللي انطلقت في دورتها السادسة لهذه السنة حملت شعار جنود الأمل الوردي. طبعاً هذه القافلة في إلها تنقلات كثيرة. إذا حابين تعرفوا أكثر عن القافلة الوردية وعن أجواءها الاحتفالية خلينا نشوفها سوا في هذا التقرير. الرغبة يولد الإبداع من عمق الإصرار والتحدي، هذا ما جسدت قافلة الفرسان الوردية منذ انطلاقتها قبل سنوات رافعة علم تحدي السرطان والانتصار كمبادرة خيرية داعمة. طبعاً اليوم إحنا متواجدين في الانطلاقة السادسة لمسيرة الفرسان، هذه السنة السادسة طبعاً اللي المسيرة تنطلق فيها، وسوف تستمر لمدة 10 أيام، حتحط رحالها في إمارة أبوظبي بإذن الله يوم 17 مارس. طبعاً القافلة الوردية كانت أول مبادرات برنامج كشف تحت مظلة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والجمعية الأم اللي هي جمعية أصدقاء مرضى السرطان تعنى بهدفين أساسيين، تعنى بتوعية المجتمع بأمراض السرطان وسبل الوقاية منه، وتعنى بمريض السرطان وعائلته، وطبعاً العناية هذه تكون من الجانب المادي والنفسي أيضاً. القافلة الوردية وفرت منصة لتثقيف مجتمع دولة الإمارات بالفحص المبكر وأيضاً طرق الوقاية من سرطان الثدي، وكان أهم شيء يمكن القافلة حققتها خلال 6 أعوام اللي هو تصحيح المفاهيم المغلوطة عن السرطان. في كثير مفاهيم مغلوطة عن السرطان بصورة عامة وسرطان الثدي بصورة خاصة. طبعاً القافلة تتكون من 4 مسارات، مسار الفرسان مثل ما أنتم حتشوفون طبعاً اليوم معانا كيف حينطلقون من إمارة إلى إمارة بزيهم الوردي، يجعلون المجتمع يندمج معاهم بهذه الرسالة، المجتمع يجعلوه يتساءل ليش وردي، ليش الفرسان على الطريق، ما هي رسالتهم. طبعاً مجرد ما تبدي هذه النوع من الحديث هو هذا الوعي. طبعاً إحنا فخورين جداً بفرساننا، إحنا إلى الآن عندنا حوالي 100 فارس وفارسة، كل يوم عندنا حوالي 10 فرسان يشاركون في كل إمارة. المسار الثاني للقافلة هو مسار العيادات المتنقلة، المسار الثالث للقافلة هو مسار الفعاليات، وهذه الفعاليات كثير مهمة حتكون وهي وسيلة ممتعة لأيضاً دمج المجتمع في فعالياتنا، وأيضاً نوع من أنواع التوعية ولكن بأسلوب ممتع. المسار الرابع والأخير هو الأهم بالنسبة لي أنا شخصياً اللي هو مسار جمع التبرعات. هذا المسار مهم ليش؟ لأنه يضمن استمرارية عمل الطواقم الطبية وفي نفس الوقت مجانية هذه الخدمة. إحنا نقدم خدمة مجانية لمجتمع دولة الإمارات، هدفنا كل مسيرة 5000 فحص، هذا عدد كثير كبير. وطبعاً دائماً نقول أن القافلة الوردية هي أصلها من المجتمع وإلى المجتمع، هي نبعت من مجتمع دولة الإمارات تقدم خدمة لمجتمع دولة الإمارات، وبدون دعم المجتمع طبعاً ما كنا حنقدر نكمل إلى السنة السادسة على التوالي.
فقد شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم في نادي الشارقة للفروسية والسباق حفل انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية السنوية في دورتها السادسة لعام 2016 والتي تقام تحت شعار جنود الأمل الوردي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمرض وأهمية الكشف المبكر عنه وتقديم الفحوص المجانية من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أولاً أنا سعيدة أني أكون موجودة معكم من خلال شاشة روتانا خليجية وأطل عليها مرة ثانية، وأتمنى لكم التوفيق في برنامجكم فروسية، برنامج رائع وجديد على الشاشات. بالنسبة لي شرف أني أكون للسنة السادسة سفيرة مع القافلة الوردية ومتطوعة بالعمل الخيري فيها. الحقيقة يمكن العمل الخيري بيعطيك إشباع روحي رائع جداً ورضا عن النفس، وأعطاء كمان إحساسك بالمشاركة للإنسان وللناس اللي حولك ولتحديداً مرضى السرطان، إنه ما هم لحالهم مهما ما كان، مو بس الأهل حتى الناس البعيدين عنهم ممكن يكونوا كمان مشاركين معهم. أكثر من مبادرة إحنا الحقيقة يعني بنطلقها كل سنة. السنة اللي راحت كان المبادرة يمكن من خلال المسيرة لبرج خليفة، بدأت من خلال نادي الفروسية في الشارقة، وطبعا لحد ما وصلنا للعاصمة أبو ظبي. الخيل في نوع من أولا بيرمز لي أصالتنا وطبعا مجتمعنا الخليجي، مجتمعنا العربي، ومثل ما قال الشاعر طبعا الخيل والليل والبيداء تعرفني، يعني هذا الخيل ما موجود في كل شيء، والخيل معقود في نواصيها الخير. أكيد هي بادرة جيدة أن يكون في الخيل، وطبعا من خلال الخيول بنقدر نجمع أكبر كمية من التبرعات، أكبر كمية من الأموال، حتى نقدر نساهم في طبعا علاج وتأمين كثير من الظروف الاجتماعية والصحية والمهنية لطبعا مرضى السرطان. أقول لهم اقربوا اكشفوا، مبادرة راح تكون قريبة منكم، وين ما تلاقوا الكرفان تبع القافلة الوردية لازم تروحوا وتكشفوا، ما فيها أي شيء، بالعكس نوع من الاطمئنان، نوع من التوعية، راح تلاقونا موجودين معاكم، ودائما أقول الأمل يجمعنا. البين كرفان طبعا هي صارت جزء لا يتجزأ من حياتي ومن سنتي، انا وعائلتي، انا واختي واخواني الاثنين، كل سنه بنيجي بنركب، ونحن اكثر من فارسين انه ما بنركب بس يوم واحد، انه نحن بنتطوع كل الايام. طبعا القافله الورديه، انا بدرس طب، فبالنسبه لي اني اجمع بين دراسه الطب وركوب الخيل لنشر الوعي عن مرض السرطان هذا شيء كبير. طبعا مرض السرطان منتشر، مرض منتشر كثير، والقافله الورديه ساعدت انه بتنشر الوعي عن هالمرض. شفت كثير ناس عم بيستفيدوا كل سنه، فحبيت انه اضلني ارجع واشارك، صارت زي هي عائلتي الثانية القافلة الوردية. فكرة الخيل إنه هاي إشي كمان الخيل من أصل الإمارات، يعني هم عندهم الخيل إشي كبير، بنفس الوقت عم تجذب نظر الناس، إنه الناس بتحكي لنا ليش عم تركبوا خيل، ليه عم تلفوا الإمارات، وهيك بنحكي لهم نحن أكثر عن مرض السرطان، فهي كفكرة هي بتتكامل مع بعض لنشر الوعي عن المرض. الناس أول ما تشوفنا بتصير تسلم علينا، بتيجي تسألنا ليه عم تركبوا خيل، ليه عم تسووا هيك، طب احكوا لنا أكثر عن مرض السرطان، احكوا لنا كيف بنقدر نساعد العالم، فإنه هيك في تجاوب كتير حلو، لهيك هم مستمرين، جهودهم كتير إنه حلوة والفكرة كتير أوريجينال حلو. خلص خلصنا يا مشعل، لأنه إذا ما خلصنا ممكن أعمل مشكلة أنا وياك. طبعاً مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، طبعاً مثل ما شفتوا معنا كانت عنا ميادين متنوعة، وهذا هو تركيزنا مشاهدينا على إنجازات الخيل وإنجازات الخيالة أيضاً. طبعاً دائماً نتذكر اللي ما قدر أن يشوف حلقة برنامج فروسية لهذا اليوم يقدر يشوفها على اليوتيوب، وتقدروا أيضاً أنكم تتواصلوا معنا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. إن شاء الله الحلقة الجاية مشاهدينا حنعطيه إبرة بنج عشان نقدر نكمل الحلقة في أمان الله. في سباقات السرعة كان في طيارة، نعم إنها طيارة، بطل ميدان الملك عبد العزيز كان نو سموكينج، لا شو اسمه؟ في وقت زمني كثير خربطت، اللي فاز بهذا الكأس اللي كان رجعنا لكم. خوفتني بصراحة.